حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. مساء الخير دكتور. مساء النور. وأهلا بكم في استديو مركز الأخبار. قد نبدأ بأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران، وهو الكشف عن أسلحة إيرانية. بالطبع هو موضوع ليس جديد بالنسبة لنا، فوزارة الداخلية قامت بالعديد من العمليات التي كشفت عن هذه الأسلحة، ولكن أن يصدر هذا الأمر عن مسؤول أمريكي ليس بحريني، تعليقكم على هذا الموضوع؟ شكرا لك. في الواقع نعم، ليس فقط مسؤولا أمريكيا بل أعلى مسؤول مخصص من قبل الإدارة الأمريكية الآن فيما يتصل بالملف الإيراني. نعم. وهذا في الواقع أنا شخصيا أصفه بأنه نجاح كبير جدا للدبلوماسية البحرينية ممثلة في وزارة الخارجية، ونجاح أيضا لوزارة الداخلية البحرينية التي تمكنت من مصادرة العثور على ضبط هذه الأسلحة والمتفجرات والمواد ومصادرتها قبل تنفيذ العمليات وتمريرها عبر القنوات الدبلوماسية الفاعلة من خلال وزارة الخارجية وأيضا سفارة مملكة البحرين في واشنطن التي قامت بدورها بالتواصل الفاعل مع الإدارة الأمريكية، ما أدى إلى ورود جزء مخصص للبحرين في البيان المهم الذي ألقاه المبعوث الأمريكي براين هوك فيما يتصل بالنظام الإيراني. هذا يدل أولا على الثقة الكبرى التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المصادر البحرينية، إلى الجهات الرسمية في البحرين، سواء وزارة الخارجية أم وزارة الداخلية أم غيرها من الجهات. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية لتدرج هذا الجزء في البيان المتعلق بالبحرين لولا تيقنها وتأكدها من أن المعلومات التي أوردتها مملكة البحرين هي معلومات صحيحة. وهذا بحد ذاته يؤكد أن الدبلوماسية البحرينية وأيضا الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية قد تمكنت من تحقيق انتصار امتثالا وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ملك البلد المفدى حفظه الله ورعاه، التي تؤكد دائما على ضرورة قيام الجهات المعنية في الخارج بإيصال الصورة الحقيقية حول البحرين. هذا نجاح باهر. المبعوث الأمريكي ألقى هذا البيان أمام المجتمع الدولي، الكثير من الدول تلقفت هذا البيان، سوف يؤدي إلى المزيد من الضغوط على النظام الإيراني من أجل تغيير سلوكه تجاه مختلف دول المنطقة وتجاه البحرين تحديدا. جنبا إلى جنب مع الولايات مع المملكة العربية السعودية التي أيضا تمكنت دبلوماسيتها وجهاتها الأمنية من ضبط ومصادرة أسلحة ومتفجرات أو حتى صواريخ إيرانية. استعرضت في البيان وعرضت أمام المجتمع الدولي بأكمله ليس للمرة الأولى بل هذه الآن ربما المرة الثالثة، في فضح وتعرية كبيرين للنظام الإيراني وما يقوم به. وبالتالي أنا أود أن أهنئ في الواقع الجهات الرسمية في البحرين، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، سفارة مملكة البحرين في واشنطن، على هذا الانتصار الإعلامي، الانتصار السياسي ضد النظام الإيراني، ونتمنى أن نرى المزيد مما يشابه هذا العمل. نعم، خلال المؤتمر الصحفي تم التأكيد أيضا على استمرار الشراكة والتعاون مع مملكة البحرين تحديدا في محاربة ومكافحة الإرهاب. كيف ترون أثر هذا التعاون المستمر بين البحرين والولايات المتحدة وأثرها على المنطقة ككل في حفظ أمنها واستقرارها؟ الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين شراكة قديمة وشراكة ثابتة. مختلف المسؤولين من الإدارة الأمريكية دائما ما يقرون ويعترفون بالدور الكبير الذي تلعبه مملكة البحرين وبالذات الجهات الأمنية وقوة دفاع البحرين في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. اليوم الجهات القوات المسلحة البحرينية على سبيل المثال لم يعد دورها مقتصرا على حماية البلاد بل تجاوز ذلك إلى القيام بعمليات إقليمية ودولية في المياه العالمية والمياه الدولية في الجانب الإغاثي، في الجانب اللوجستي، في مختلف الجوانب، وهذا بحد ذاته يدعو إلى الفخر. الشراكة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر، وهذا ما يؤكد عليه مختلف المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في الواقع ما يلقي علينا أيضا بمسؤولية يعني مزيد من العمل بهدف كشف وتعرية النظام الإيراني، لأن هذا العمل الذي تقوم به مملكة البحرين وأيضا حلفاء مملكة البحرين هو يحمي في الواقع ليس فقط الإقليم وإنما يحمي العالم ويحمي المصالح العالمية في مختلف المناطق. بالتأكيد. ماذا بعد الإعلان المعري لإيران؟ هل نتوقع مزيد من العقوبات؟ هناك بعض الدول ما زالت غير مقتنعة بأن فرض العقوبات ممكن أن يحد من أنشطة إيران المزعزعة لأمن والاستقرار. هل من الممكن أن يؤدي هذا الإعلان إلى إقناع مزيد من دول المجتمع الدولي لضرورة وضع حد لإيران؟
كان هناك اعتقاد وبالذات في الوسط الإعلامي الأمريكي أن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني سوف لن تفلح في ثني النظام الإيراني عن سلوكه، سوف لن تفلح في ضبط سلوك النظام الإيراني. لكن أثبتت التجربة مؤخرا أن ما فرض على إيران من عقوبات، خصوصا ما يتعلق منها بالبترول وما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي، قد أدى إلى حد كبير إلى انكفاء النظام الإيراني على الداخل، وبالتالي تقهقر الأذرع المدعومة من قبل النظام الإيراني، سواء نتحدث عن طبعا سوريا، العراق ومناطق أخرى. حتى البحرين شهدت في الآونة الأخيرة نوعا من الاستقرار المستمر، وخصوصا أن الجهات الأمنية في البحرين كانت بالمرصاد دائما للمحاولات الإيرانية. هذه العقوبات، وهناك مسؤولون أمريكيون صرحوا بشكل واضح، من بينهم مستشار أمن قومي جون بولتون الذي قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد فرض المزيد من العقوبات. لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية لتصرح بفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني لولا أنها قد رأت أن هذه العقوبات قد بدت تؤتي أكلها. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا.